ومش دي المرة الأولى اللي يتم ترحيل فيها إنجي خوري من بلد معين، حيث أنها ذهبت للإمارات من الأساس بعد ترحيلها من لبنان وقب عدة أزمات متكررة، آخرها اندلاع مشكلة كبيرة بينها وبين الفنانة قمر. رفعت قمر عليها قضية، كسبتها وذهبت للإمارات بعد كده. وبعد ما ذهبت إنجي خوري للإمارات لم تكتفي بما أثارته من جدل كبير قبل كده، بعد كده توجهت مباشرة إلى أحد الملاهي الليلية ونشرت عدة فيديوهات وصور ليها في منتهى الجراءة، وقد تكرر الأمر العديد من المرات وبشكل مختلف. وبعد كده تم إعلان ترحيلها دون الكشف عن السبب الرئيسي، وأكد بكده الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي أخو حسين الجسمي إن هو أشار إن السبب الحقيقي وراء تغييرها يعود إلى إنها لم تحترم قوانين الإمارات.